يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة كالعادة، عندنا فيها أخبار وتفاصيل كتير جدا تتعلق ببعض الجوانب، سواء الجوانب العالمية المحلية، تفاصيل تتعلق كمان بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وآخر الأخبار والكواليس كالعادة هتكون معانا من خلال فقرات مختلفة في حلقتنا النهاردة من الترند. دايما بننتظر تواصل حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام. وسؤال حلقة اليوم، السؤال: ما هي مقترحاتك لحل أزمة ضغط المباريات في الدوري المصري للموسم القادم؟ احنا الموسم ده خلاص، الدنيا اللي حصل حصل يعني، لكن ازاي نحل القصة دي الموسم القادم؟ عشان للأسف أكثر المتضررين من الموضوع ده هو النادي الأهلي بحكم مشاركاته الكتير في مختلف البطولات، مش بس بيشارك لمجرد المشاركة، لا كمان بيوصل لمراحل بعيدة جدا في كل بطولة، فبالتالي بيبقى عليه ضغط ماتشات كبيرة جدا. فدي من العوامل اللي ممكن تكون أثرت على الأهلي في آخر سنتين في المنافسة على بطولة الدوري. فهناخد يعني مقترحات حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة زي ما حضراتكم متعودين. نبتدي بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة فاركو. تدريبات استشفائية للاعبين وفحص طبي للمصابين. وأخيرا فيتوريا يصل القاهرة غدا. في مباريات مهمة النهاردة، بل مهمة جدا جدا في بطولة الدوري كمان. خلينا نقول أهم المباريات: الإسماعيلي مع المقصة، الاتنين عايزين يعني إيه يهربوا من حتة الهبوط، وبالتالي الإسماعيلي الأقرب إنه لو كسب الماتش ده يبعد شوية، ولسه ليه كمان ماتشين مؤجلين، فالأمور بالنسبة له هتبقى جيدة يعني. لكن ده يعني تأكيد للإسماعيلي هذه المباراة في حالة الفوز إن هو يهرب من قاع الجدول يعني، أو من الثلاثي اللي في قاع الجدول. ده الماتش ده هيكون الساعة 6:30 في نفس التوقيت البنك الأهلي مع الجونة، مباراة مصيرية للجونة اللي محتاج برضه إن هو يحاول يعني يحقق نتيجة إيجابية عشان يتمسك بأماله في البقاء في بطولة الدوري. أما المباراة الأخرى فهي مباراة على القمة الساعة 9 بالليل ما بين الزمالك وبيراميدز، هيترقبها كل جماهير الكرة المصرية. ده أمر مؤكد، لأن المباراة دي ممكن تحدد بشكل كبير قوي الرؤية، أو توضح لك الرؤية كده بشكل المنافسة على بطولة الدوري. لو فاز بيراميدز فالمنافسة هتعود للثلاثي أهلي زمالك بيراميدز، لو فاز الزمالك بيقترب بشكل كبير جدا، لو خلصت بالتعادل لسه في الأمور أمور. فهنشوف إيه اللي ممكن يحصل بعد مواجهة اليوم اللي هتكون الساعة 9 بالليل ما بين الزمالك وبيراميدز. طيب يعني دي اهم وابرز المباريات النهارده، هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا هنتكلم فيه كالعاده مع حضراتكم، فاستنونا. اهلا بحضراتكم مره تانية. يعني في الحقيقه عايزين نتكلم في بعض الامور المهمه جدا اكيد بتخص فرقتنا، فرقه النادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم تحديدا في ظل الفتره الحاليه، وهي فتره صعبه جدا بالنسبه لنا كلنا كجماهير للنادي الاهلي، و يعني الأمور مش أحسن حاجة بالنسبة للفرقة، وكلام كتير اتكلمنا فيه قبل كده. بس الحاجة اللي الواحد ملاحظها يعني بشكل أو بآخر، وأعتقد ناس كتير من حضراتكم ملاحظينها بشكل كبير جدا جدا، إن في حالة من حالات الاستسلام عند بعض من جماهير النادي الأهلي، حالة من حالات الاستسلام اللي هو إيه؟ لا إحنا وحشين، إحنا هنخسر تاني، إحنا هنتعادل تاني، إحنا الدوري مش بتاعنا، إحنا الظروف ومشاكل قد كده وبتاع وكلام من ده. فده كلام بيتردد بشكل كبير جدا، وبيحصل على مدار الساعات الكتيرة اللي فاتت، وعلى مدار الأيام اللي فاتت كمان، مش الساعات بس. وفي الحقيقة يا جماعة مش ده اللي إحنا تعودنا عليه جوه الأهلي خالص يعني، خالص. أنا هنا لما بتكلم على الجمهور كله يعني، مش بتكلم على حد مثلا جوه وبره، هي منظومة واحدة. أهم ما في المنظومة دي هو جمهور النادي الأهلي، هو أهم عنصر في المنظومة دي. فبلاش نكون إحنا اللي بنصدر إحباط. إحنا عارفين إن إحنا وحشين، عارفين إن إحنا سيئين، عارفين إن إحنا يعني في كبوة ملحوظة جدا جدا للفريق الأول، عارفين إن في إصابات كتير، في غيابات كتير، في مشاكل فنية، في كل ده معروف. واللي يقول غير كده يبقى مش متابع، أو مش بيتفرج، أو بيحاول إن هو يعني إيه يجمل الكلام، وده مش اسلوبنا. لكن في نفس الوقت يا جماعه، عمر ما الاهلي بيستسلم، عمر ما الاهلي بيرمي الفوطه خالص خالص. المنافسه صعبه، بطوله الدوري صعبه، فرصنا قليله بصراحه، قليله، موقفنا صعب بصراحه صعب،
كل ده متفقين عليه، لكن حتى في عز واحنا وحشين وفي عز ما احنا بنمر باصعب الظروف، عمر الاهلي ما يستسلم، ولا عمر الاهلي يعني خلاص يحس ان هو بعيد عن المنافسه وكلام من ده. لا لا، هيفضل الاهلي يحارب للاخر، هيفضل الاهلي ينافس على البطوله ايا كان الوضع هيكون ايه. ودي كره قدم، كل شيء فيها وارد، كل شيء فيها وارد. ياما نتائج تبقى متوقع ان فريق معين بيكسب وبيخسر، ياما، وياما نتائج غير متوقعه بتحصل. فاه احنا في وضعيه صعبه في بطوله الدوري، في الجدول مش بننافس، احنا يعني المركز الثالث بسبب طبعا ان بيراميدز والزمالك هما اللي دلوقتي اول وثاني وعندهم مواجهه النهارده، وليك ماتشين مؤجلين بعد مواجهه النهارده بالنسبه لهم، هيبقى هما فارقين عنك ماتشين، فتقدر ان انت ترجع، وممكن النتيجه النهارده تكون في صالحك بشكل كبير جدا. فالدوري لسه موجود في الملعب حتى بعد التعادل قدام المقاولين الماتش اللي فات، الدوري في الملعب، والاهلي هيحارب لاخر نفس. هتقول لي يا عم ما احنا عندنا اصابات ولاعيبه مهمه غايبه ومش عارف ايه، والله ايا كان، ايا كان ايه الظرف، هو ده الاهلي في أسوأ حالاته في أسوأ ظروفه بينافس، ما بيستسلمش، ما بيرميش الفوطه، مش الاهلي خالص. فهنا رساله لجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هم عندهم وعي كبير جدا اكتر مننا كلنا، يعني احنا ناس من الجمهور، حتى لو احنا عارفين يا جماعه ان احنا مش في حالتنا، وعارفين ان الدنيا صعبه، وعارفين ان احنا مش موفقين كمان الماتش الاخير تحديد قدام المقاولين، مفيش توفيق بشكل كبير رغم انك وصلت، لكن هنفضل نسند فرقتنا، هنفضل نزق فرقتنا لعل وعسى ان احنا نقدر في الاخر ناخد البطوله. وبالمناسبه حتى لو انت ما كنتش موفق انك تاخد البطوله في الاخر، فالاهلي عنده بطولات ضعف كل الانديه في مصر. هل ده معناه بقول لك ان مش مهم البطوله؟ لا طبعا، اي بطوله بالنسبه لنا مهمه، وده اللي مخلي في فرق كبير ما بين الاهلي وما بين اي نادي تاني، ان هو دايما ما بيكتفيش باي عدد من الالقاب خالص، او ما يكتفيش ببطوله معينه خدها عدد مرات كتير جدا، لا بيبقى عايز اكتر، وعايز اضعاف، وعايز بطولات كتير، وعايز كل حاجه. هو ده الاهلي، هو ده الطمع الايجابي اللي موجود عند جمهور الاهلي دايما. فاحنا هنزق فرقتنا، احنا هنفضل ندعم، هنفضل نساند، بس خلي بالك واحنا بندعم وبنساند هنقول لا يا جماعه خلي بالكم في سلبيات هنا وفي عيوب هنا لازم تتصلح، عشان نتفادى الموقف اللي احنا مش متعودين عليه ده في السنوات اللي جايه. احنا في موقف دلوقتي احنا مش متعودين عليه، وزي ما قلت لحضراتكم والله امبارح وكلام بمنتهى الامانه، انا واحد بقالي تقريبا ايه 10 سنين في قناه الاهلي، ما بين مراسل وما بين مذيع في القناه، وحاجه شرف كبير جدا بالنسبه لي. اول مره احس ان انا بتكلم اللي هو ايه، انا منتظر مباراه تانية تكون نتيجتها في صالحي، انا مش متعود على كده، انا مش متعود على كده، انا متعود ان انا على طول راكب الدوري، على طول انا مصيري في ايدي كنادي اهلي، على طول انا المتحكم في كل الامور، في كل الاحداث في الكوره، في اي حاجه. لكن احنا في فتره استثنائيه بالنسبه لنا كلنا، كلامنا حتى فيها استثنائي، بس انا واثق ان كلامنا مش هيتكرر في المواسم اللي جايه. انا واثق ان الاهلي هيستفيق، واثق ان الاهلي هيرجع، واثق تمام الثقه ان كبوه الاهلي ما بتقعدش كتير، وده عن تجارب. اكتر مره قعدنا فيها كتير ما بناخدش الدوري كانوا 3 سنين ورا بعض، اللي هي من 2001 ل 2004، 3 سنين ورا بعض ما خدناش الدوري، بس كنا بناخد كاس مصر وبناخد افريقيا وبناخد سوبر افريقيا وبناخد. فهتقول على المستوى المحلي كبوه، من ساعتها احنا ما حسيناش بالشعور ده، من ساعتها واحنا ما عديناش بالمرحله دي، وهي دي الحياه وهي دي كره القدم. طبيعي لازم هيجي لك دروب، بس الشاطر اللي ما يقعش ويفضل واقع كتير، الشاطر اللي يعرف يقوم بسرعه، الشاطر اللي يلحق نفسه. من المؤكد ان الاهلي هيلحق نفسه، من المؤكد ان اي كبوه بيمر بيها الفريق دلوقتي لن تستمر، لن تستمر، لان ده الاهلي اللي وراه جمهور عظيم وجمهور عريض جدا جدا في كل حته في العالم.
فمؤكد مؤكد ان دي مرحله وهتعدي، بس هتعدي بمين؟ مين اللي هيعدي بالاهلي من المرحله دي؟ بعد توفيق المولى عز وجل باذن الله جمهور الاهلي. هو الداعم وهو السند الحقيقي للنادي، واللي من غيره تاريخ النادي ده ما كانش هيتكتب، التاريخ العظيم ده. من غير جمهور الاهلي، الاهلي ما كانش هيفوق من كبواته النادره على مدار تاريخه. فهنا لازم نحذر، لازم نقول يا جماعه لا، نخلي بالنا احنا كجماهير للنادي الاهلي، نخلي بالنا احنا مش عايزين نبره استسلام، مش عايزين ان احنا خلاص نرضى بالامر الواقع ان خلاص المنافسه ما بين الزمالك وبيراميدز. لا لا والف لا، هتنتظر وهتشوف ايه اللي ممكن يحصل في الماتشات، والكره فيها كتير وفيها نتائج ممكن ما تتوقعهاش وفيها حاجات كتير جدا. في ناس تقول لك دلوقتي ايه، طلعوا لنا بقى يا عم الناشئين يلا، مش مهم الاهلي يشارك مش عارف في ايه، مش مهم. لا يا جماعه، مش احنا، مش احنا، احنا النادي الاهلي احنا قتل على كل حاجه، احنا اي بطوله عايزين نشارك فيها عايزين ناخدها، حتى لو موقفنا صعب، حتى لو بنمر بكبوه وباصعب مراحلنا. لا، ده النادي الاهلي اللي وراه جمهور كبير جدا، اللي بيقدر ينتشل الفريق من المراحل الصعبه الى الانجازات والبطولات اللي متعودين عليها دايما في النادي الاهلي. وبصراحه يا جماعه والله بجد، الواحد في الاهلي بيفرح اكتر بكتير قوي قوي من لما بيزعل. يعني انا عن نفسي مثلا واحد من الجمهور، ياما فرحت مع النادي الاهلي، ده الاوقات اللي حزنت فيها نادره نادره. واي واحد بيشجع النادي الاهلي مش بيشجع الاهلي عشان الاهلي بيكسب، او بيشجع الاهلي عشان بياخد بطولات، لا، هو بيشجع الاهلي عشان بيحس ان ده في جزء من شخصيته، بيحس ان ده الكيان اللي دايما بيبقى منتمي ليه، ودايما بيبقى عايزه في افضل شكل وفي افضل حال وكلام من ده. فزي ما بنشجع الاهلي وبنبقى فرحانين قوي لما بنكسب، وبنبقى طايرين من الفرحه مثلا ناخد بطوله دوري ابطال افريقيا اللي هي مباراه القرن، وناخد بطوله بعديها على طول، ما بنشبعش. لا، لازم برضو نقف جنب نادينا ونزعل على نادينا ونسانده في الاوقات الصعبه. وخلي بالك، فرق في كلامي ده ما بين ان احنا حته الاستسلام ونبره الاستسلام اللي مش مطلوبه خالص والمرفوضه تماما، وما بين الزعل. لا، انت كجمهور نادي انت حقك تزعل بصراحه، لا، حقنا نزعل، حقنا نشوف ايه المشاكل فين ونحاول نعالجها ونحاول ندي هنت كده للناس. لا، خلوا بالكم، هو ده دور قناه الاهلي، هو ده دور جمهور النادي الاهلي، تمام؟ يعني الزعل لا مطلوب في بعض الاوقات، الانتقاد مطلوب جدا في بعض الاوقات، الانتقاد اللي هو يكون بشأنه يساعد على الخروج من الأزمة، تمام؟ لكن في نفس الوقت مرفوض تماما نبرة الاستسلام ونبرة ان مش عارف لا يلا نعمل ايه ويلا نعمل ايه. الاهلي هيلعب لاخر لحظة، الاهلي قتيل على اي مباراة ايا كانت الظروف، وهيحاول بقدر المستطاع ان هو ينافس للنهائي، وباذن الله باذن الله الامور تبقى افضل وافضل بالنسبة للنادي الاهلي فيما هو قادم. طيب، خليني اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل لسه عندنا كلام مهم في السن. والله الناس دي الله يكون في عونهم، يعني في الحقيقه جايين في مرحله صعبه جدا، في منافسه قويه جدا، لسه مش حاطين ايديهم بشكل كبير جدا على الفرقه، سواء فيما يتعلق بالايجابيات السلبيات، كيفيه المعالجه، كيفيه التطوير. اصلا مفيش وقت ياخدوا نفسهم بصراحه، يعني امبارح الاهلي كان اجازه، الفريق كان اجازه، النهارده بيستأنفوا التدريبات، بكره تدريب كمان عشان يلعب بعد بكره مع فاركو، وهذه المباراه صعبه جدا جدا، فريق جيد وفريق قوي وعنده مدرب برتغالي مميز، فالدنيا مش سهله.
الدنيا مش سهله في الحقيقه يعني. واضح من اللقطات اللي احنا شفناها دلوقتي ان في يعني تركيز على تهيئه الملعب لبعض الجمل التكتيكيه والجوانب البدنيه اللي ممكن يكون هيشتغل عليها النهارده، لان يعتبر النهارده المران الرئيسي للاهلي قبل مباراه فاركو بعد بكره يوم الاربعاء ان شاء الله يعني الساعه 9. فيا رب الاهلي يكون موفق، يا رب الاهلي يقدر ان هو يخرج من الحاله الحاليه. وزي ما قلت وهعيد واكرر تاني، الاهلي هيخرج بجمهوره، جمهور الاهلي هو السند الحقيقي وهو اللي يقدر انه يخرج الفرقه من المرحله دي يعني. ده امر مهم جدا، وياما شفنا مواقف كتير من جمهور النادي الاهلي ازاي كانت ايجابيه بالنسبه للفريق. واضح واضح زي ما حضراتكم شايفين كده يعني، تخطيط الملعب بشكل معين، تضييق للمساحات مثلا، في جمل تكتيكيه هيتم تحفيظها للاعبين مثلا يعني. هو اصلا ما فيش غير يومين تدريب في الحقيقه، فالوضع مش سهل اطلاقا، لكن الناس بتحارب وبتحاول وما قدمهمش غير كده يعني. فربنا يوفقهم ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يكونوا في الموعد. طب عشان نعرف التفاصيل بشكل اكبر ونعرف الامور ماشيه ازاي هناك في النادي قبل مباراه يوم الاربعاء امام فاركو، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز محمد توفيق مرئيس القناه الاهلي من استاد مختار التتش عشان يقول لنا كل التفاصيل وكيف يستعد الاهلي لمباراه فاركو عقب التعادل مع المقاولون العرب. يا توفيق مساء الخير. تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، يعني قول لنا كل الاخبار اللي عندك، التفاصيل، كواليس ما قبل انطلاق المران اللي اعتقد خلاص بينطلق في هذه اللحظات. ايه اخر المستجدات يا توفيق؟ يعني زي ما ذكرت في البدايه امير، يمكن على طول فور انتهاء مباراه المقاولون العرب، يعني الجهاز الفني فضل اعطاء اللاعبين الراحه لمده يوم واحد. النهارده الفريق هيواصل تدريبات زي ما قلت، هو ده التدريب الاول والاساسي للفريق قبل خوض مباراه فاركو في مباراه الجوله 28 من الدوري المصري الممتاز. يمكن الجهاز الفني زي ما انت شفت في اللقطات اللي وصلت لك نزل قبل بدء المحاضره، خططوا الملعب، يمكن ده المعتاد من الجهاز الفني الجديد بقياده مستر ريكاردو سواريش، ان هو بينزل ويخطط الملعب بنفسه ببعض العلامات الاضافيه غير خطوط الملعب الاساسيه. ومن بعدها كان يعني حتى نزول حراس مرمى الفريق محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف. وحاليا دلوقتي الملعب بيجهز علشان نزول باقي اللاعبين والجهاز الفني. زي ما انت قلت امير، يمكن الفتره دي فتره ضيقه جدا في بين المباريات وبعضها، الجهاز الفني يمكن مش قادر يعمل الشغل الفني ولا كمان الشغل البدني. يمكن كمان يمكن زي ما انت قلت في سوء توفيق غير عادي جدا مع الفريق، كمان بالاضافه للاصابات المتلاحقه للفريق بسبب ضغط المباريات. كل دي ظروف اعتقد بتلعب بشكل ضد الفريق بشكل كبير جدا. نتمنى ان شاء الله يعني هو اللي يغيب عننا في هذه الفتره هي التوفيق امير. اللاعبين والجهاز الفني يمكن بيعملوا اللي عليهم في التدريبات، يتبقى بس يعني توفيق ربنا وان يبعد ربنا ان شاء الله الاصابات عن جميع اللاعبين عشان نقدر نشوف اداء النادي الاهلي بشكل كبير الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. توفيق، طب انا بمناسبه الاصابات يعني عايز اعرف اخر التطورات بخصوص ملف الاصابات. احمد عبد القادر هل خلاص بشكل رسمي هيغيب لمده 5 اسابيع مثلا زي ما البعض اجتهد وقال، ولا لسه لم يتحدد بعد موقفه؟ نفس الحال بالنسبه لصلاح محسن، هل في حد يقدر يدعم صفوف الاهلي خلال الفتره اللي جايه يكون عائد من الاصابات موقف اكرم توفيق؟ يعني قول لنا الامور ماشيه ازاي. للاسف يا امير، يمكن معظم الاصابات اللي بتحصل في الفريق الفتره دي بنلاقي دايما يعني الخبر على طول المنتشر ان النادي الاهلي يخسر جهوز هذا اللاعب لحد اخر الموسم. طبعا ده حصل مع اكثر من لاعب، حسين الشحات، محمد شريف، عمرو السوليه، لكن بالتحديد الاسمين اللي انت ذكرتهم سواء احمد عبد القادر او كمان صلاح محسن، يعني منتظرين خروج الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي يقدر ياكد لنا بشكل قاطع يعني مدى اصابتهم، كمان خاصه ان اتعمل لهم اختبارات يعني طبيه، وكمان النهارده قبل التدريب هيكون في اختبارات بالطبع مع الدكتور احمد ابو عبله، هو اللي هيقرر بشكل قاطع مدى غيابهم او مده غيابهم والفريق هيخسر جهودهم لفتره قد ايه. كمان يمكن اتكلمت على اكرم توفيق، اكرم توفيق زي ما احنا قلنا بقاله فتره في التدريبات الجماعيه مع الفريق، ولكن يتبقى فقط زي ما قلنا الجاهزيه من الناحيه البدنيه الفنيه. انت شايف طبعا هيحددها الجهاز الفني كمان اكرم لعب. وانت بتتابع يعني، هل اكرم بيشارك في كل الفقرات الخاصه بتدريبات الاهلي الجماعيه، ولا في فقرات ما بيشتركش فيها اللي هي مثلا تقسيمه ما يبقاش فيها التحامات كلام من ده؟ يعني قول لنا اكرم ماشي ازاي في التدريبات. لا اكرم موجود، يعني يتعدى نسبه مشاركته في التدريبات الجامعيه 90% من كل التدريبات اللي موجوده. زي ما قلت لك هو بس يتبقى الدفع بيه فور تاكد الجهاز الفني من لياقته الذهنيه والبدنيه والفنيه. عايز اقول لك كمان يا امير، اعتقد اي جهاز فني هيكون قلق جدا انه يدخل لاعب بعد عمليه رباط صليبي في ظل الضغط ده المباراه. يعني انت حتى لو عاوز تدفع باكرم زي ما انت عارف
اللاعب راجع من الاصابات بقى محتاج الفرقه تكون نتائجها كويسه. الدوري نفسه ماشي بانتظام، لكن زي ما انت شايف كل 3 ايام مباراه، اعتقد ان الضغط الجماهيري والضغط العصبي ونتائج الفريق كمان اعتقد انها مش مساعده كمان الجهاز الفني انه يدفع باكرم قريبا. فاعتقد اكرم ممكن يكون موجود مش قبل اسبوعين ثلاثه امير في المباريات، خاصه زي ما قلت لك في ظل ضغط المباريات في ظل الاجواء العامه في الدوري في هذه الفتره، اعتقد ان الدفع بيه يعني في القريب العاجل هيكون صعب جدا. ولكن طبعا هو واحد من العناصر الاساسيه، هو وكل اللاعبين العادين من الاصابه، اعتقد الجهاز الفني في حاجه لاي لاعب يكون موجود في هذه الفتره. ولكن زي ما انت شايف انت تقريبا بتلعب يوم بتريح يوم او اليوم الثاني وبتلعب مباراه، وبيبقى طبعا عندك يعني انت بتتكلم في فرقه كامله يا امير غايبه للاصابات، اعتقد يعني الفرقه الغايبه دي لو موجوده فهتاخد الدوري مستريح جدا وتبقى في المركز الاول. يعني انت بتتكلم لو هتعد طبعا عندك على الهواء كل اللاعبين الغايبين على النادي الاهلي، انت بتتكلم في قوام فريق كامل موجود يا امير في مصاب. فيعني احنا كل اللي بنتمناك يا جماهير النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي ان ربنا يكفينا شر الاصابات ويكون التوفيق مع الفريق. يمكن انت بتشوف غياب التوفيق سواء في تحكيم او كمان في كور داخل المباراه، اعتقد انه ينقص بس الفريق هو التوفيق يا امير، وان ربنا يبعد عنه الاصابات، واعتقد شكل الفريق ونتائجه هتبقى مختلفه بشكل تام ان شاء الله. هختم معاك يا توفيق بس ببيرسي تاو، موقف بيرسي تاو ايه؟ هل هو بيشارك في التدريبات؟ ممكن نلاقيه في القائمه مثلا ماتش فاركو؟ الامور بالنسبه له ماشيه ازاي برضه؟ هو موجود بشكل طبيعي جدا بالنسبه لبيرسي تاو امير، زي ما قلت هو موجود بشكل طبيعي جدا في التدريبات، يتبقى فقط يعني زي ما نقول اشاره الجهاز الفني بوجوده في قائمه المباريات. هو جاهز يعني جاهز بنسبه 100% من الناحيه الطبيه، زي ما قلنا ده راجع لحق اصيل للجهاز الفني يقرر امتى يكون موجود مع الفريق طبقا لحالته البدنيه والذهنيه والفنيه، لكن هو من الناحيه الطبيه سليم 100% وموجود مع بقيه زمايله في التدريبات. فاعتقد زي ما انا قلت لك الضغط العصبي، الضغط الجماهيري، ضغط النتائج، ضغط المباريات بيخلي اي جهاز فني يبقى خايف جدا انه يدفع بلاعب عائد من الاصابه عشان ما تتفاقمش الاصابه بتاعته تاني او يرجع الاصابه سريعا. فعايزين يطمنوا يكون موجود بنسبه 100% وموجود مع بقيه زمايله في المباريات ان شاء الله. وزي ما قلت لك نتمنى بس التوفيق يكون مع الفريق وربنا يبعد عنا الاصابات ان شاء الله. واعتقد هنشوف يعني شكل واداء مغير ونتائج مغيره كمان باذن الله ان شاء الله. يا توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس القناه الاهلي اللي كان معانا من استاد مختار التتش في اطار يعني متابعته لاستعدادات النادي الاهلي لمباراه فاركو. ان شاء الله الاهلي يكون موفق وبإذن الله الأمور تكون أفضل خلال المرحلة المقبلة. نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. خلينا نشوف ترند الأهلي وأبرز الأخبار اللي تتعلق بالنادي، ونبتدي بحساب لا ليجا، حساب الدوري الأسباني، واللي قال على تويتر قال لك احنا بنشكر النادي الاهلي بعد تدريس مناهجه وكتبوا ماده رائعه ودسمه افادت طلابنا، شكرا النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، شكرا محمد سراج الدين محاضرنا الموهوب، نتطلع لرؤيتكم ثانيا في برنامج ماجستير الدوره المقبله. يعني في الحقيقه يعني الدكتور محمد سراج عامل مجهود كبير جدا في الجانب ده بصراحه، هو راجل دايما ما شاء الله يعني شغوف ودؤوب ودايما بيحاول يعمل حاجه للنادي بشكل كويس بصراحه، فكل التحيه ليه ان يكون في ماده اصل النادي الاهلي بتدرس، يعني فدي حاجه ايجابيه. ما اعرفش حاجه زي كده مزعله ناس كتير ليه، يعني ممكن في ناس تقعد تقول لك اشمعنى برضه اشمعنى الاهلي عنده ماده، حاول تعمل زي الاهلي مش عيب، حاول فبدل ما نشيد بحاجه زي كده. لا في ناس تقعد تطلع تقول لك ايه ده الاوفر ده وايه الكلام، لا الاهلي مختلف، الاهلي نادي القرن في افريقيا شئت ام ابيت، هو الاهلي نادي القرن في افريقيا، دي حاجه مش هتقدر تغيرها، ما حدش هيقدر يغيرها. فكل التحيه في الحقيقه للدكتور محمد سراج، وطبعا كلام حلو جدا جدا من حساب لا ليجا عن النادي الاهلي يعني وعن الماده اللي بتدرس باسم النادي الاهلي. يعني نروح الوطن الرياضي على فيسبوك وقال ابرزهم طاهر وربيع عسواريش يستقر على الرحيل، 13 لاعبا من الاهلي بنهايه الموسم. هتلاقوا بقى اجتهادات بشكل كبير، هو حد هيرحل؟ طبعا في ناس هترحل، بس امبارح مثلا سمعنا 11 لعيب، النهارده زادوا 2 بقوا 13، بكره ممكن تلاقيهم 15، بعد بكره زي ما حد كده لقيته قال لك ايه الاهلي هيغير من 16 ل 18 لعيب. يا راجل انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت بتقوله ده هو في فريق كبير بحجم الاهلي يغير قايمه بالكامل؟ مش معقول، مش منطقي، مش هيحصل. في ناس هتمشي طبعا، في ناس هتمشي، في ناس هتيجي مؤكد، في ناس هتيجي، لكن كل حاجه بحساب، كل حاجه في المعقول، كل حاجه بهدف الاضافه، اللي هتجيبه هيكون بهدف اضافه قويه للقايمه، تقويه القايمه بتاعتك، يكون انت لما تمر بظروف زي كده لازم يبقى في اللي يشيل، في اللي يعرف يكسبك، كلها حسابات موجوده عند او في اذهان الناس جوه النادي يعني، واكيد بيشتغلوا عليها. لكن كل يوم هتسمع بقى اسماء
خلي بالكم يعني طاهر وربيعه من الناس اللي هتلاقي ناس كتير جدا كل شويه تقول لك طاهر وربيعه، وارد قوي وبنسبه اكبر جدا ان هم اللي هيستمروا في الاهلي اصلا. يعني هتلاقي بقى اجتهادات بشكل كبير جدا في المرحله دي، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح في ناس بتحاول تستغل الفرصه بخصوص كبوة بيمر بيها الفريق وتبتدي بقى في نشر الاخبار والاجتهادات، حقهم يجتهدوا بس احنا حقنا كمان نوضح لحضراتكم ونرد يعني. فخلينا نشوف لان ما حدش عارف مين قاعد ومين ماشي ولسه الدوري شغال، ومش منطقي نقعد نقول اصل فلان ماشي وفلان قاعد والفلان ده لسه موجود معانا في القايمه ولسه عنده ماتشات مهمه جدا. فده كلام مهم. الوطن الرياضي لسه موجودين معاهم وبيقولوا ان الاهلي يرسل تقارير طبيه لثمان لاعبين الى مستشفى قطر بامر الخطيب. برضو ده حاجه من ضمن حاجات الجانب الاجتهاد شويه ربما يكون حصل، لكن الاهلي ما اعلنش بشكل رسمي عن حاجه زي كده. احنا عندنا عدد وافر بصراحه من المصابين، عندنا كتير جدا، حظنا سيء في الموضوع ده، لكن في كل الاحوال خلينا نشوف يعني ونتابع الامور هتمشي ازاي. جهاز الاهلي يحسم مصير اصابه احمد عبد القادر خلال ساعات اليوم السابع حسابهم على فيسبوك. احمد عبد القادر عنده مزق في العضله الخلفيه، ولكن احنا في انتظار اعلان طبعا الرسمي من الجهاز الفني او الجهاز الطبي للنادي الاهلي تحديدا. في الغالب برضه عشان الكلام يبقى مظبوط مننا، في الغالب ممكن ما يلحقش اي مباراه في الموسم، ممكن لان اصابه المزق دي بتاخد من شهر ونص لشهرين. هو جاله مزق في العضله الخلفيه، ده التشخيص المبدئي. فهنشوف ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه، لكن هو لعيب مهم جدا بنفتقده في كل الاحوال، زي ما افتقدنا عدد كبير جدا على مدار الموسم من اللاعبين المميزين جدا والبارزين في قائمه الاهلي ومنهم الشحات. وهنا كوره بلس بيقول لك ايه، تعرف على موعد عوده حسين الشحات مع الاهلي بعد جراحه الغضروف. خلينا اقرا لحضراتكم الخبر لانه برضو نطمن الناس على حسين الشحات، هو واحد من العناصر المهمه بعد يعني يقدر يخش مع النادي الاهلي بالتحديد بعد شهر ونص من اجراء الجراحه. يعني هو عملها من ايه، من 3 ايام تقريبا فاتوا، فلسه قدامه شهر ونص. نتمنى له العوده سريعا لان هو لاعب ارقامه فعلا بتقول ان هو مؤثر مع النادي الاهلي. فده خبر من ضمن الاخبار يعني. طيب نروح لخبر اخر وده من المصري الرياضي، واحنا هنا لسه بنتكلم على موضوع الاصابات والتنبؤ الاصابات كمان. فهنا المصري في المصري الرياضي حسابه على تويتر بيقول لك ان سواريش يرفض نصيحه طبيب الاهلي ويتمسك بمشاركه معلول. يعني بص هقول لك على حاجه، معلول من اللاعبين يعني اللي لعبوا عدد كبير قوي من المباريات السنه دي سواء مع الاهلي او مع منتخب بلده تونس في كاس العالم الانديه، شارك مع الاهلي يعني لعب تصفيات كاس عالم، تصفيات امم افريقيا، بيلعب ما شاء الله عليه، لعيب مهم جدا للنادي الاهلي والمنتخب تونس. حته انه يتصاب او لا دي حاجه قدريه، ممكن تتجنب ممكن مش عارف ايه، بس انت في مرحله حاسمه لازم هتجازف، وطبعا كله في الاول في الاخر قرار الجهاز الفني بالتشاور مع الجهاز الطبي، دي حاجه تخصهم يعني. بس مش منطقي حتى في ظل الظروف اللي زي دي ان انت تقعد واحد بحجم علي معلول وامكانياته وقدراته، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل يعني. بس برضو الناس بتحاول تجتهد وتقول لك يعني الوارد حدوثه يعني. كوره بلس وحسابهم على تويتر، عاجل رئيس الشباب السعودي يكشف لكوره بلس حقيقه مفاوضات محمد شريف. مش عارف محمد شريف اليومين دول الناس مركزه معاه بشكل كبير جدا يعني. انا قال لك ان خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي قال ان كل ما يتردد عن تقديم عرض للمهاجم الاهلي محمد شريف امر غير صحيح، طبعا بس ما فيش اي عرض فعلا رسمي جه للنادي الاهلي بخصوص شريف، شددا ان اللاعب خارج حسابات اداره الشباب بالكامل. وقال ايه كمان خالد البلطان رئيس نادي الشباب، قال لا توجد مفاوضات بين نادي الشباب وبين محمد شريف لاعب الاهلي، لم يتم عرض اللاعب من اي وكيل ولم نفكر في التعاقد معه بشكل مطلق. الامر الحقيقي في الموضوع اننا في نادي الشباب نفكر في التعاقد مع مهاجم، لكن النيه تتجه من اجل التعاقد مع مهاجم اجنبي من اوروبا او امريكا الجنوبيه. الراجل طلع وضح بمنتهى الاحترام واكد ان الكلام ده مش حقيقي عشان برضو تبقوا انتوا كمان عارفين ان هتلاقوا اخبار واشاعات كثيره جدا في الجانب ده. طيب تعالوا ناخد اخر خبر معانا من ترند الاهلي، وبالتحديد نروح لبطولات حساب بطولات على تويتر. قال لك ايه بقى خاص لبطولات، اداره الاهلي تعاود الاتصالات مع اشرف بن شرقي للتعاقد معه بعد رحيله عن نادي الزمالك. المفاوضات الاولى لم يتم التوصل فيها لاتفاق لرغبه اللاعب في الحصول على راتب سنوي 3 مليون دولار، والاهلي يحاول تقليله او تقليل الراتب الى 2 مليون دولار سنويا. تعليق انا، لا تعليق، كل شيء وارد، هو ده اللي احنا نقدر نقول، كل شيء وارد في الكوره. في لعيبه كانت جامده جدا عندك وكنتش تتوقع ان هي تمشي، مشي. في لعيبه ممكن ما تتوقعش ان هي تيجي تلاقيها جت، يعني كل شيء وارد وهي دي الكوره يعني،
وهي دي المفاوضات والتفاصيل وكلام من ده. فخلينا نشوف، لكن المؤكد ان الاهلي محتاج تدعيمات قويه، ده امر لا بد منه. طيب ده كان ترند الاهلي، خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نكمل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خلينا ناخد الترند المحلي واهم الاخبار المحليه، وبالتحديد نبتدي بمنتخبنا الوطني، وهنا من الوطن سبورت واللي بيقولوا ان فيتوريا يهنئ منتخب مصر الشباب بالصعود لنصف نهائي كاس العرب، تحدي جديد. بصراحه امبارح طبعا منتخبنا قدر ان هو يفوز، منتخبنا الشباب قدر ان هو يفوز على المنتخب المغربي بنتيجه 2-1 عشان يتاهل لنصف النهائي بطوله كاس العرب عشان يقابل المنتخب الجزائري. مباراه هتكون مهمه جدا، كان عجباني الروح الحلوه قوي اللي عند لعيبتنا، لعيبه المنتخب الشباب، ويعني الحماس الكبير جدا اللي عندهم. لكن اللي لافت نظري بصراحه من ساعه ما فيتوريا يعني اتمم تعاقده مع النادي او مع منتخبنا الوطني، ان هو راجل عنده حماس كبير جدا جدا للعمل مع المنتخب. هو واحد عارف قيمه المنتخب وعارف اسم مصر قد ايه كبير وكلام من ده، فشغال بمنتهى الشغف والحب والحماس، وبيتابع كل كبيره وصغيره حتى وهو هناك في البرتغال قبل ما يجي عشان يباشر عمله هنا في مصر، وهيوصل خلال ساعات اعتقد يعني. فدي حاجه ايجابيه، ومش عارف متفائل ليه بالراجل ده يعني. هو ما مسكش منتخبات قبل كده، ممكن دي الحاجه الوحيده يعني الغريبه شويه بالنسبه لي، لكن مش شرط ان هو ما يمسكش منتخبات قبل كده فمش هينجح مع منتخب، لا ان شاء الله ينجح باذن الله يعني. الراجل عقد 4 سنين مع منتخبنا، ودي حاجه برده من الحاجات الايجابيه. لسه مع فيتوريا وحساب بطولات على تويتر بيقول لك اتحاد الكره يعني موعد وصول فيتوريا من البرتغال لبدء مهامه مع مصر رسميا، والراجل المفروض يرجع خلال بكره الثلاث، فجر الثلاث ان شاء الله يكون وصل، يعني خلال ساعات يكون موجود باذن الله تعالى مع منتخب. طيب على صعيد المنتخب الاولمبي فالمفاوضات لسه مستمره، وده من يلا كوره. المفاوضات طبعا موجوده مع ميكالي اللي هو كان مدرب منتخب البرازيل الاولمبي في ريو 2016 في الاولمبياد، واللي خد معاهم الذهبيه. مفاوضات مستمره وماشيه بشكل جيد، وميكالي بيقول انه طلب تعيين مدرب عام ومحلل اداء ومخطط احمال كلهم يكونوا اجانب، بجانب مساعد مصري وعصام الحضري مدربا للحراس. فاعتقد ان يعني المفاوضات قربت ان هي تنجح، واكيد يعني فكره كويسه جدا الراجل ده يكون موجود، لان عنده خبرات بالتحديد مع المرحله العمريه دي، ويقدر ان هو عنده انجازات وعنده سي في محترم. يعني دي اهم وابرز الاخبار المحليه. خلينا ناخد مشاركات حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه، واللي في وجهه نظركم ايه يعني الحل عشان نتفادى دوري جديد يكون مضغوط بالشكل ده. نبتدي بسعد سعيد وقال ان احنا نعمل دوري من مجموعتين او من دور واحد او تقليص عدد الانديه المشاركه. ماشي، نروح لمحمد اللي قال تقليل عدد انديه الدوري الممتاز الى 16 ثم 14 ناديا، واتمنى ايضا تقليل عدد اعضاء الجمعيه العموميه. هنا قصده الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره يعني. اوكي، وجهه نظر. خلينا ناخد محمد سمعه واللي قال افضل دوري مقسم لمجموعتين، كل مجموعه 9 فرق، ويصعد 2 من المجموعه للمربع الذهبي، ثم نهائي يقام بين فريقين افضل واحسن، وسيختصر الاسابيع ونضمن وجود شهر للشهر ونص على الاقل راحه للاعبين لحمايتهم ومن اجل منتخب مصر، وتوفير فرصه له لتجمع اللاعبين، او دوري من دور واحد. وانا افضل الحل الاول. برضو سمعه بصراحه قلت وجهه نظر محترمه جدا. مصطفى مكرم قال دوري من دور واحد واول 5 فرق يلعبوا مع بعض لتحديد الترتيب. في مقترحات كتير بصراحه كويسه. ناخد مودي فتحي قال لك الغاء الدوري العام المقبل. انت جبت ضرافه يا مودي بقى، مش معقول يا مودي خالص. الراجل بصراحه قال لك ايه يعني الغوا القصه بقى وريحونا. لكن يعني دي كانت تعليقات حضراتكم وتفاعلكم معنا من خلال سؤال الحلقه دي. كمان كانت حلقتنا النهارده من ترند، نتقابل ان شاء الله في حلقه جديده من نفس البرنامج. الى اللقاء.